العليمي يستدعي نظام علي عبد الله صالح من جديد رسمياً. استدعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح الذي كان جزءاً منه والمسؤول الأول عن قبضته الأمنية إلى الواجهة من جديد بإعمال نهجه حرفياً. صدر هذا في حديث العليمي لقناة مصرية عن إنجاز آلاف المشاريع، ما اعتبره سياسيون استدعاءً لنظام صالح في الحديث عن مشاريع وهمية في حين تعاني عدن من انقطاعات الكهرباء. نحن لدينا اليوم لدينا أكثر من 3000 مشروع تنموي على مستوى المحافظات المحررة. لدينا 2400 هي 80% من مساحة اليمن. أيوة. لدينا 4433 مشروع تم تنفيذها في مختلف المجالات، في الصحة والتعليم والسدود، اللي هو إعادة بناء الدولة. إعادة بناء الدولة. عندنا يعني مشاريع تحت التنفيذ حوالي 747 مشروع تحت التنفيذ، إجمالي أكثر من 3000 مشروع يتم تنفيذه الآن في مناطق التي تحت سيطرة الحكومة. هذا هو الذي سيعيد. وقال عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي الأكاديمي حسين لقور ساخرا من تصريحات العليمي: ما الفرق بين مشاريع عفاش السكة الحديدية والطاقة النووية ومشاريع رشاد العليمي؟ مضيفا في تغريدة على منصة إكس: هل هناك عاقل يصدق هذا الهراء والناس تعيش في ظلام دامس بسبب نقص الوقود؟ قليل من الخجل يا رشاد. يأتي هذا بعد أن أعلن قيادي جنوبي عن اكتمال عودة نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح إلى العاصمة عدن ضمن توجهات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. وطردت المقاومة الجنوبية رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من العاصمة وأجبرته على المغادرة رداً على تحركاته لإعادة نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح إلى عدن ضمن توجهات المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.